طيب نشوف الراجل الفرحان قوي بالكاس ده، عبد الله عبد السلام، واحد من اساطير كره الطائره الحقيقه. عبد الله عبد السلام استحق شهاده الكابتن مصلحي واستحق الفرحه مع جمهوره، فنشوفه. بنبارك لكل طبعا جمهور النادي الاهلي في كل مكان، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. حصول النادي الاهلي على البطوله العربيه للمره الثامنه في تاريخه في نسختها ال41. معانا دلوقتي كابتن النادي الاهلي كابتن عبد الله عبد السلام، بقول لك الف مبروك طبعا على البطوله النهارده، شفنا اداء كبير طبعا، الف الف مبروك. ربنا يخليك، الله يبارك في حضرتك، ببارك لجميع النادي الاهلي المحترمين، مجلس اداره النادي الاهلي بكابتن محمود الخطيب كان مشرفنا النهارده، بقول لهم مبروك، الحمد لله رب العالمين، ثاني بطوله في الموسم، ربنا يسهل ان شاء الله، عندنا دوري وكاس افريقيا نقدر نحقق الخماسيه باذن الله. نادي النصر النهارده ما كانش خصم قليل ابدا، اكيد عملتوا له حساب، عايزين نعرف ازاي حضرته للنهارده، خاصه ان هو وصل لنفس المرحله النادي الاهلي وصل لها، استعداداتكم لنادي نصر البحرين؟ طبعا في نصر فريق محترم، احنا بعد السيمي فاينل وبعد هم كانوا مخلصين قبلينا، ركزنا عليهم، اشتغلنا محاضراتنا، كل لعيبه الحمد لله ركزت النهارده، زي ما انت شفتي نازلين المباراه بشكل قوي جدا، كلنا مركزين، الحمد لله رب العالمين، يعني ظهرنا قوتنا بمهاراتنا والحمد لله قدرنا نكسب الحمد لله. كابتن عبد الله 13 ارسال في المباراه، ما اكتفيتش طبعا بمركزك، قررت ان انت 13 ارسال في المباراه، يعني شفنا اداء كبير جدا منك، شفنا رصانه وخبره كبيره النهارده في الماتش. الحمد لله رب العالمين، ده من توفيق ربنا سبحانه وتعالى ومساعد زمايلي ومساعد الجهاز الفني، بحمد ربنا على الاداء دوت، وان شاء الله نكون عند حسن الظن وان شاء الله نقدر نكمل احسن كده باذن الله. شفنا تحيه منك النهارده خاصه لجمهور النادي الاهلي، قدر ان هو اكيد النهارده يكون ليه تاثير كبير قوي داخل صاله 2 في استاد القاهره وحصولكم على البطوله العربيه، تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ بقول لهم وحشتونا والحمد لله على السلامه، اتمنى ان شاء الله رب العالمين في الدوري والكاس يقدروا يأذونا تاني زي ما انت شفت اول ما بيحضروا، الحمد لله رب العالمين بيبقى هو الدافع الاول لينا، الحمد لله رب العالمين، اتمنى يجوا ان شاء الله رب العالمين الماتشات الجايه، بشكرهم جدا وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله. مبروك مره ثانيه يا كابتن عبد الله. ربنا يخليك، شكرا ليك، شكرا. طبعا ده كان لقائنا مع كابتن النادي الاهلي كابتن عبد الله عبد السلام، لسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا وحصول النادي الاهلي على البطوله العربيه. طيب ده عبد الله عبد السلام اكبر لاعبين سنا مع احمد صلاح، طب ما نشوف احمد صلاح بالمره كده. التاني. اللي خد افضل لاعب في مركزه. على رأي كابتن مصطفى. لا عمل بطوله. العجوز الرائع. الاثنين عملوا بطوله هايله. يعني انا بالارقام احمد صلاح وعبد الله الاثنين على مستوى العالم مش هتلاقوا نجوم صالات اكتر حصاد منهم، كان الدكتور طارق الادور قبل كده اذكر له عمل احصائيه، لا احمد صلاح وعبد الله ما اعتقدش ان في لاعيبه في العالم انتاجهم من البطولات والالقاب في الصالات يكون اكتر من عبد الله ومن احمد صلاح.